أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن
وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك Dewan Hakim yang kami muliakan.